خلونا أيضا بعد إذن حضراتكم نروح لكندا، وهنروح لأستاذ عادل بولس رئيس الغرفة التجارية المصرية الكندية. أهلا بيك يا عادل بيه. أهلا وسهلا، زي حضرتك؟ إزاي الصحة؟ كله كويس؟ طبعا الحمد لله، الجو عندكم أكيد تلاجة، لا فريزر. الجو حضرتك؟ الجو عندكم فريزر يعني؟ لا لا، الحمد لله مش بالدرجه دي، الجو معقول قوي، فالناس يعني احنا الناس قادره تمشي، يعني مفيش مشكله لغايه دلوقتي. طب كويس الحمد لله. اذا يعني في اقبال كويس على الانتخابات، حتى وانا عارف انه يعني جمعه بيبقى شغل، لكن عندنا بقى سبت هيبقى مش شغل، السبت هيبقى اجازه. النهارده الحمد لله احسن من اللي طبعا الجمعه، عشان الناس كان عندها شغل، كنا متوقعين كده، لكن النهارده السبت الاقبال كان حلو، واحلى حاجه كنا بنشوفها العائلات الفاميليز ان هم جايين بعيالهم واولادهم الصغيرين، بيولوهم بيعلموهم ازاي يشتركوا في السياسه، وازاي من هم صغيرين يحبوا مصر دي. وكنا مصرين طبعا ان احنا نتصور مع العائلات دي والولاد دي، اهم حاجه الصراحه يعني. طيب ده شيء رائع جدا. اذا احنا كمان منتظرين انه يعني احنا كده ما بين السبت والحد بيبقوا اجازه، فالاقبال بيتزايد في الايام، وبالتالي العائلات فعلا زي ما حضرتك بتقول تقدر انها تنزل لاجل التصويت. انا بشكرك جدا 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 استاذ عادل بولس رئيس الغرفه التجاريه المصريه الكنديه.